تواصل قياده خفر السواحل حملاتها التفتيشيه ضمن جهودها المستمره للتصدي للمخالفات والتاكد من التزام البحاره والصيادين بالقوانين وانظمه الصيد. نعم ياتي ذلك حفاظا على الحياه الفطريه والثروه السمكيه في المياه الاقليميه بمملكه البحرين، ونفذت دوريات خفر السواحل حملات بحريه تشمل التاكد من صلاحيه التراخيص البحريه بمختلف انواعها للسفن الصغيره، بالاضافه الى التاكد من توافر ادوات السلامه البحريه ومدى صلاحيتها والتحقق من سلامه اجراءات العاملين على هذه السفن، كما اكدت قياده خفر السواحل على استمرار حملتها. التفتيشية بشكل دوري لضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ اللازم